تعتقدون بأن هذا جمع للتبرعات؟ لا أبدا، هو حلوى تقدم للزوار داخل جامع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله. نافورة تتوسط الساحة الكبيرة لجامع أبي أيوب الأنصاري من أجل الوضوء. هندستها وشكلها كبقية النافورات المتواجدة في المساجد الأخرى في تركيا، خاصة في اسطنبول كمسجد السلطان أحمد ومسجد السليمانية وكذا جامع السلطان محمد الفاتح. الساحة الفاصلة بين جامعي وقبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الساحة هنا يجتمع السواح والزوار وحتى الذين يأتون من أجل أداء الصلوات، فيها أعين من أجل الشرب وحتى الوضوء، بالإضافة إلى النافورة الموجودة في الساحة الكبرى لهذا الجامع. أقمصة موضوعة في مداخل الجامع لارتدائها من طرف الرجال الذين يرتدون ألبسة غير لائقة بأداء فريضات الصلاة.
سندخل بكم إلى قبر الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا سلام على شخصية الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. رجل مغوار، رجل محب للإسلام، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. رحب بالنبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه إلى المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شهد بيعة العقبة وغزوة بدر وغيرها من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، فكان من أطيب الرجال وأكرمهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه وجوده، خاصة عندما عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ما أكرمك يا أيها الرجل الطيب، ما أجودك، وكيف لك أنك تحظى بضيف، وما أجمله من ضيف، خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري مباشرة بعد دخوله المدينة، بعد هجرته من مكة إلى المدينة، وقبل بناء المسجد النبوي وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. طلب أبو أيوب الأنصاري من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمكث في البيت العلوي وأن يسكن في البيت العلوي، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك العديد من الوفود القادمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يوقع أبو أيوب الأنصاري في الحرج. ففي يوم من الأيام انكسرت جرة ماء، فقام أبو أيوب الأنصاري وزوجته، أخذ الفراش وجفف الماء حتى لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله للطعام. أتعرفون لماذا؟ حتى يضع أصابعه على أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وينال بركة نبينا الكريم. من المواقف الرائعة لهذا الرجل شهامته وقوته في قول الحق، عندما نادته زوجته في حادثة الإفك: يا أبا أيوب، أسمعت ما قيل؟ قال: نعم والله كذب. أكنت يا أم أيوب تفعلينه؟ فقالت: لا والله. قال:
فعائشة: والله أفضل منك. قالت: نعم. فنزلت الآية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا إن هذا إلا إفك مبين. كانت آخر غزوة للصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه مع جيش يزيد بن معاوية حينما أراد أن يفتتح القسطنطينية، فأمرهم أن يدفنوه في آخر نقطة توغل فيه جيش المسلمين في هذه المدينة. صدق الله سبحانه وتعالى فأصدقه المولى عز وجل في أمنيته: النية إنما الأعمال بالنيات. نعم، فوفته المنية رضي الله عنه وأرضاه في أحد أسوار وحصون مدينة القسطنطينية في عام 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره آنذاك 80 عاما رحمة الله عليه. نعم، رجال أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى في رفع كلمة الحق ولواء الإسلام ورفع كلمة التوحيد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى فأخلصهم المولى عز وجل وأكرمهم الرجال بمثل هذه المواقف. طبتم وطاب ممشاكم وتبوتم من الجنة مقعدا. اللهم يا فالق الحب والنوى احشرنا مع خير البرية في جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.